بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك اكتشاف عام 2016 وجد أن هناك كمية هائلة من الماء على عمق بحدود ألف كيلومتر تحت سطح الأرض في أعماق الأرض سبحان الله هذه الكمية يحتار العلماء كيف نزلت إلى هذه الأعماق وكيف تم تخزينها وكيف أسكنت وكأنها ساكنة لملايين السنين دعونا نتأمل ونسبح الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عن هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا البحث يقول هناك كميات هائلة من الماء مخزنة على عمق ألف كيلومتر في باطن الأرض تحت الطبقات الملتهبة ووجد الباحثون ان هذا الماء مهم جدا للمساعده على حدوث البراكين، والتي بدورها لها دور مهم جدا في تشكل التربه، التي لولاها لما يعني ظهرت الحياه على الارض. يعجب العلماء من الطريقه التي تم فيها تخزين الماء بوجود ضغوط هائله وحراره مرتفعه، ويقول الباحثون في هذا البحث الذي قامت به جامعه نورث ويسترن يونيفرسيتي عام 2016 يقولون إذا لم يكن هذا الماء موجودا في هذا المكان من أعماق الأرض سيؤثر ذلك على حركة طبقات الأرض والتي تساهم في تشكل البراكين وهذه البراكين تسهم في تشكل القشرة الأرضية كل هذا سيتوقف لولا الماء المخزن وفي النهاية لن يظهر النبات وستتوقف الحياة على ظهر هذه الأرض سبحان الله يعني انظروا أيها الأحبة ما موجود على عمق ألف كيلومتر مهم لنا نحن ولا نشعر به مهم لحياتنا لتشكل التراب هذا التراب لولاه لما ظهر النبات ولما استطاع النباتنا الاستمرار ولما لما تمكنا من الحياة أصلا من دون نبات أو غذاء يعني هذه الحيوانات والأنعام لن تستطيع أن تستمر أو تعيش من دون نبات والإنسان سيفقد غذاءه ويموت سبحان الله انظروا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ماء على عمق ألف كيلومتر ليضمن لنا الحياة الهادئة المستقرة لذلك قال تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون انظروا ايها الاحباء القران لم يغفل ذكر هذا الاكتشاف وانزلنا من السماء ماء بقدر يعني بنظام مقدر بنظام محكم محسوب فاسكناه في الارض سكن في الارض لملايين السنين انظروا التعبير القراني الدقيق الانسان يعيش في بيت يسكن اذا كلمه اسكناه هنا تدل على زمن طويل ثم ذكرك ايها الانسان بنعمه هذا الماء وانا على ذهاب به لقادرون لو انه ذهب ما مصيرك ايها الانسان؟ لذلك نحن امام هذا الاكتشاف العلمي لا نملك الا ان نقول الحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم انه الحق